نروح للخبر الثالث من صحيفة الحياة. مبتعثون يتحولون إلى دعاة على الرغم منع الجدلية الدينية. نتابع. تحول طلاب مبتعثون إلى دعاة وقاموا بتخصيص وقتهم وجهودهم في محاولة إدخال الأسر التي يسكنون معها طوال فترة دراستهم إلى الدين الإسلامي. وقام طلاب بإهداء تلك الأسر كتبا تحوي أدعية دينية وبالحديث معهم عن الإسلام وما يحمله من رحمة وإنسانية، على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها السفارات والملحقيات بالابتعاد عن الأمور الدينية والجدلية، وبخاصة في ظل الشبهات التي تلاحق السعوديين في الغرب وتربطهم بالإرهاب والتطرف. تفضل يا دكتور. يعني شوف دائما يا ابو سعد، لما تروح لاي بلد يجب انك زي ما احنا نطالب الاجانب بانهم يمتثلون لاوامر المملكه، مثلا في رمضان لا تاكل في الشارع في ايام النهار لان المسلمين صايمين فتحترم مشاعرهم، يجب نحن نحترم انظمه الدول التي ندرس فيها. الشيء الثاني انه الملحقيات دائما ترسل ابتعدوا عن الجدليه الدينيه. الشيء الثالث وهو الاهم، الاسلام نوعين، في إسلام دخل بالقدوة وفي إسلام دخل بالقوة. اللي دخل بالقوة في أسبانيا دخل بالسيف والغزو والفتح، بعد 300-400 سنة اجتث من جذوره ولم يعد الإسلام إلا قصور وأشياء بسيطة في الحمرة وغيرها، لم تعد هناك أي أثر لسه. لكن لما دخل الإسلام في إندونيسيا عن طريق التجار بالقدوة والمعاملة الحسنة، إلى الآن الإسلام في إندونيسيا من أقوى الإسلام في أي دولة في العالم، من أقوى. اللي بوصل له إيش؟ لما يكون الطالب مثلا ساكن عند أسرة أو في معهد وملتزم في الحضور، ملتزم في الأدب، ملتزم في الأمانة، يدفع الفواتير أول بأول، الناس تسأل من هذا؟ يقولون ما ديانته؟ يقولون مسلم. يقول اللهم أن يشهد أني مسلم. فأنت بسلوكك الحضاري تسوي أم أنه زي ما هنا ماسكين يافتات وكذا؟ لأنه الآن ترى ما تلوم العالم، العالم مشوش من جهة السعوديين، مشوش بشكل كبير، وبعد أحداث سبتمبر تشوه، وبعد التفجيرات الآن. فنحن يعني إذا أنت مبتعث امشي جنب الحيط وعساك تسلم، بعد عساك تسلم، مو أنك تروح تزايد وأنك تروح داعية. الشيء الثالث، أنت مرسل داعية ولا مرسل طالب؟ مرسل طالب بعثة، مرسل حتى تأخذ العلم من الآخرين، مو عشان تعطيهم العلم اللي عندك. نحن دائما يعني نذهب مع الأسف وأقولها بكل مرارة بنرجسيتنا السعودية الإسلامية وأننا دعاة وأننا فاتحين، ما نذهب لأن لا ويكون ما عنده علم أساسا هو، ويكون ما عنده علم ولا حد طلب منه، يعني روح تعلم أنت وسلوكك خلي يوصل المسج. بالضبط، هذا اللي نقول لك السلوك. يعني أيضا الملحقيات والحكومة لا تريد أن تدخل في مثل هذه المتاهات، وأنا ما أذكر أسماء. أنت تعرف أنه في شخص الآن موقف في بريطانيا في أمريكا سنوات من أجل هذا الغرض، و يمكن احنا لا ندري لاننا نستطيع نقول بريء او غير بريء، لكن لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك؟ ما دام شيء اذا في شبهه ابتعد عنه. في دول ابتعاد، زي ما نحن هنا نطالب الاجانب بانهم يمتثلون للقواعد السعوديه والانظمه السعوديه حتى وان كانوا ما اقتنعوا بها يجب ان يمتثلوا. نحن كذلك نطالب الطالب السعودي اذا ذهب يجب ان يلتزم باداب الدوله الذي ذهب، سواء كان إغلاق محلات في وقت معين، التدخين في مناطق معينة، يجب أن تحترم أما أن تمشي الأمور على كيفك، ما يمكن أبدا. نعم، إلا إذا لك رأي آخر. لا أنا في رأي، بس المشكلة الفاصل طيب فاصل، ونعود لكم بعد قليل.